التضخم في أسعار المستهلك البريطاني تراجع إلى أدنى مستوى له منذ أيار مايو 2000 في الشهر الماضي، ويتوقع أن يشهد المزيد من الانخفاض مما يخفف الضغط على المستهلكين ويترك بنك إنجلترا في حل من رفع أسعار الفائدة. مكتب الإحصاءات الوطنية تحدث عن تراجع في أسعار المستهلك إلى 0.5% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول من نقطة مئوية في نوفمبر تشرين الثاني، مما يعكس تراجع أسعار النفط العالمية. اقتصاديون شاركوا في استطلاع نجته رويترز توقعوا انخفاض التضخم إلى 0.7%.